إصداراته الخاصة والمشتركة والتي حصل على جوائز مختلفة من خلال عمله في مجال الصحافة داخل وخارج القطر. من جهته قال الرملي إن العراق بلد الشعر كونه بلد الحضارات، وقد ألقيت خلال الأمسية قصائد وكلمات أثنت على الروائي محسن الرملي. حضر الأمسية ممدوح الحبوس عضو مجلس محافظة صلاح الدين وجمع من الأدباء المهتمين بشؤون الثقافة في المحافظة. الثقافة لم تغب عن العراق ولم تغب عن صلاح الدين، ولكن الذي وجدته جديد أن هناك شباب جيدين وفي مختلف الاختصاصات ما يزالون يواصلون ويبحثون عن مقرات وفعلوا مقرات. سعدت جدا بلقاء أصدقائي وبهذه الاحتفائية الجميلة، ومثل ما تحدثت أنا قبل قليل، إذا أنتم كنتم تحتفون بي وفخورين فيه فأنا فخور فيهم وفيكم جميعا أكثر. ثقافة ذي خير ما دام هناك شخص يقطع طريق ويركب سيارة من أجل أن يجي أن يستمع إلى قصيدة أو قصة أو إلى كلمات رواية. حتى الرواية العراقية نفسها اختلفت عما كانت عليه بحكم المواضيع، والكاتب العراقي بالمغترب استفاد كثيرا من تجربته هناك وتعامله مع الثقافات الأخرى، سواء على صعيد اللغة أو سواء على صعيد تجربة ثقافة جديدة، أي أنه نظر من زاوية أخرى إلى مشكلته الحقيقية. ولكن في الحقيقة أغلب كتاباتنا وأغلب نتاجاتنا نحن الذين في الخارج لم تغب عن العراق، العراق دائما كان موضوعها الرئيسي، لم نستطع أن ننسلخ. يعني أنا حتى في كثير من محاولاتي حاولت مثلا أكتب أنه رواية حب منفصلة مجردة عن، ولكن عندما أكون صادق في المسألة يحضر العراق أولا. الأخبار المحلية انتهت، إلى اللقاء.